شايف الشمس طالعة، قول يا رب. وابدأ بورقة وبقلم، رتب حياتك انسى الألم، تعدي الصعب. ابدأ الخطوة وافر، حقق الحلم بقوة، بكرة أحلى هتحلى. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى. مفيش شك إن زمان غير دلوقتي، ومبارح غير النهاردة، والناس اختلفت كتير جدا. يعني يمكن زمان ما كناش بنسمع عن كم الجرائم اللي ممكن نكون بنفتح عينينا النهاردة على كل يوم في جريمة شكل، وكل يوم في مشكلة شكل. زمان كان الجار جنب الجار، جنبه بمعنى إنه عايش معاه مواقفه، أحزانه وأفراحه، واخدين بالهم من بعض قوي، أحياناً يبقوا أكتر كمان من الأهل. النهاردة الجيران ما تعرفش بعضها، ممكن تعيش سنين وسنين في العمارة اللي انت فيها ما تعرفش مين الجار اللي فوقيك ولا مين الجار اللي تحتيك. غير بقى إن القلوب اختلفت وتغيرت كتير جداً، ما تبقاش عارف مين بيحبك بجد من قلبه لشخصك، ومين اللي بيحبك عشان خاطر عايز مصلحة منك، ومين اللي جوه قلبه حقد وغل ليك طول الوقت وبيتمنى انه النعمة تروح منك، زوال النعمة اللي عندك، ويبقى باصص لك بقى في رزقك وفي بيت وفي ولادك وفي شغلك وفي أكلك وفي شربك، وأحيانا كمان يبقى كمان في صحتك. الغل والحقد اللي ما كناش بنشوفه في قلوب الناس لبعض زمان، النهاردة بقى موجود كتير جدا جدا جدا. يمكن بدأنا سلسلة حلقاتنا عن أمراض القلوب، واتكلمنا عن قسوة القلوب اللي بيندرج تحتها حاجات كتير جدا وأمراض كتير جدا. اتكلمنا عن قسوة القلوب يمكن على مدار حلقتين فاتوا، النهاردة هنقول علاجها ممكن يكون إزاي، وهنقول كمان ليه بيندرج تحتها أخطر أمراض القلوب وهو الحقد والغل، مع فضلة الشيخ إسلام النواوي. وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، ربنا يبارك في حضرتك وفي مجهودك، وحقك إن أنا أنقلك إن أنا بمشي في وسط الناس. فوجئنا إن حلقات قسوة القلوب لقت صدى كتير قوي عند الناس، الحمد لله، لدرجة إن الناس لما لقونا توقفنا شوية ابتدوا يتواصلوا معايا، طب قول لنا بقى، كمل لنا. أيوة، استنوا النهاردة هنقول العلاج. حصري أستاذة لميا. بصي يا استاذه لميا، انت قلتي في المقدمه حاجه حلوه قوي 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 تندرج تحت قسوه القلوب. هو الحاجات دي بقت تظهر ليه؟ ليه بقينا نشوف ام ممكن تخلي ابنها ينط من البلكونه علشان يجيب مفتاح؟ ليه لقينا اب ممكن يغتصب عرضه؟ ليه لقينا ام ممكن تقتل اولادها؟ ليه ده كله؟ وده اساس في قسوه القلوب بعد الاسباب اللي قلناها قبل كده، وهو الغفله. حاجه كده اسمها الغفله. الغفله دي حاجه بشيلين كده ملهاش لازمه، بس لما بتكبر 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 بتعمل غلاف على قلوبنا فبتاسيها. ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول ايه بديعه عظيمه، بيقول ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من ايه، من الجن والانس، وصفهم ايه، لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني اسمها ام والمفروض انها رحيمه لكن مش رحيمه، اسمه اب والمفروض انه بيخاف على اولاده لكنه مش بيخاف على اولاده، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ممكن يكونوا بيسمعوا برامجنا دي لكن مش بيشوفوا، يعني مش حاسين بها. ولهم أعين لا يبصرون بها. مالهم دول؟ نزلوا درجة. أولئك كالأنعام. لا 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 لا، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلما غفلت القلوب قست، لما غفلت القلوب قست. ولذلك طب والغفلة اللي تيجي للقلب البني آدم وهو بينبط وعايش في الدنيا تيجي من إيه؟ الغفله دي عامله زي الموت الاكلينيكي بالظبط. يعني بتيجي من ان واحد جاله مرض، فالمرض ده كان ممكن يتاخد له اسبرينه ونخف، فمرضيش يروح عند الدكتور، مرضيش يعرض قلبه على ربنا، فساب المرض يكبر يكبر يكبر. اللي قلتها لك اخر حلقه كنا فيها مع بعض اللي هي الران، ربنا قال كلا بالران على وأعلى الدرجات. ايه هو الران؟ الران هو الذنب، وبعد الذنب لا يتخلله توبة، فيبقى عامل زي ربنا يعز المقامل كده لما يكون عندنا طاسة وبنعمل فيها دهون كتير، فيبقى عليها طبقة من الدهون مهما قعدت تشيليها ما تتشالش. كذلك القلب تتعلق به الذنوب فتعمل عليه حجب على انوار الله تبارك وتعالى، فيبقى مش حاسس باي حاجة وبيعملها اي معصية. سيادتك ممكن يكون ما بيضيعش فرض، بس من كتر الذنوب القلب بقى عليه ران، بطل ذنوب عشان الصلاة تشتغل. الحاجة التانية عشان ما ناخدش من الوقت بسرعة، حب الدنيا. حب الايه؟
حب الدنيا، يعني انا المفروض ما بحبش الدنيا؟ لا، خد من الدنيا ما يقيمك على حياتك. احنا لو بنتكلم بس ما تخليهاش تنسيك، الله يرضي قلبك اخرتك. يعني حب الدنيا هو اللي ممكن يخليك تشوفي ابن بيعذب ابوه علشان يمضيه، علشان ياخد ميراثه من ابوه ويبقى فقير وما يدلوش. الدنيا تمكنت منه، فلما تمكنت منه الدنيا عزلته عن الاخره، الاخره نسيها، نسي كل حاجه، نسي ان اللي قدامه ده ابوه فيعقه، لا يتمادى في عقوقه فياخد منه ثروته ويسيبه في الشارع، يحطه في دار مسنين، يسيبه يمشي في الشارع. هو راجل غني جدا، لكن ابنه لما حب الدنيا نسيته فخلت قلبه قاسي جدا، حب الدنيا فلما حب الدنيا مشي ورا شهواته قوي قوي قوي، فالست الصالحه اللي عنده في البيت ما بقتش مال يعني، فيكلم دي ويكلم دي ويرتكب الموبقات، ده من حب. لو يبرر لنفسه كمان بعض المواقف اللي ممكن يكون بيعملها، يعني اضطرار، واصل انا مضطر ان انا اعرف عليها، اصل انا مضطر ان انا، اصل هي اللي دفعتني لكده بالظبط. ولذلك برضو قسوة القلوب بتيجي من ايه؟ من ان الودن ما بتسمعش. الودن لما ما تسمعش ذكر حضرتك القلب يقسى، والودن لما ما بتسمعش كلمة حلوة القلب يقسى. بمعنى ايه؟ في بيوت كتير قايمة على ايه؟ قايمة على ان الاكل موجود والشرب موجود وحاجة زي الفل يا مولانا والله، وايد لهم 17 شمع، بتكلموا بعض يعني، وانتوا قاعدين على الاكل كده بتدردشوا، الله الاكل ما عندناش وقت. ده لو قعدوا اساسا على الاكل مع بعض بالظبط سيادتك، لا بس والله بص كل حاجه موجوده في البيت، بيت خارب، ده بيت خربان. عارفه ليه؟ عشان الودن لما بتسمعش القلب بيقسى فيصيبه جفا، ولما الجفا بيجي خلاص خلصت. تلاقي الناس بره يقول لك ده مراته ما شاء الله ايه في الجمال، وبعدين يقول ده هو سيد الرجاله، وهما الاثنين نار في قلب البيت. ليه؟ عشان الودن ما سمعتش الكلمه الطيبه. يا استاذه لميا، الكلمه الطيبه دي لو جت قران القلب يحيا، ولو جت من زوجتي البيت يعمر، ولو جت من زوجي ايد صابع العشره شمع. يبقى القلب كده ايه؟ يندي، يطرى. الناس الطيبين اللي ما بيلاقوش يعني اللي ما عندهمش فلوس ياكلوا، فيبقى عنده رغيف متحجر في البيت وما عندوش غيره، بيعمل ايه حضرتك؟ بيقوم منزله تحت الحنفيه كده يبله بس ويسيبه عشان يطريه. في الاول كده حضرتك العيش لسه ناشف، لكن لما الميه تاخد وتدي معاه يطرى فياكله، يقول لك الله لقمه حلوه قوي. هو نفس الشخص اللي مجرد ان قلبه ندى كده بالعمل الصالح بقى تمام. تيجي نتعالج؟ نعمل ايه؟ نتعالج يعني؟ نتعالج كشف ولا استشاره؟ ما احنا برضو يعني العياده دي مفتوحه كده، عمليه على طول. شوف يا ست لميا، العلاج مفيش اسهل منه. بس قبل ما نتعالج هنقول حاجه كمان، في ناس طول او طمعها في رحمه ربنا بينسيها ان في اخره وفي موت، في ستوب للحياه، الحياه دي هتقف. الطمع في الدنيا اللي هو ان الحياه مش هتقف تأسي القلب. اصل انا بكره هتوب، اصل انا بكره هأسى، زي اللي يقول اصل انا ما صليتش النهارده هصلي بكره. اما يبقى عندي 40 سنه، ده 40 سنه ده سن النضوج، لسه قدامي العمر طويل، ومش ضامن اساسا يكمل كلمته. ده يعمل ايه؟ ده يعمل فورمات للقلب، يعمل فورمات، يفرمت قلبه من اول وجديد، وينزل عليه برنامج احنا ما نعرفش سطبه ازاي ولا جابه منين بلغه الكمبيوتر بقى. سطب البرنامج ده منين؟ فمالوش برامج عندنا، يعني النسخة اللي نازلها على قلبه دي ملهاش برامج عندنا. نعالجه ازاي؟ تيجي بقى نتعالج بقى حضرتك. أول حاجة سيادتك، أول حاجة ذكر الله، ذكر الله، تاني ذكر الله. ليه ذكر الله؟ واحد راح لسيدنا الإمام حسن البصري قال له أنا جاي لك وعايز أتعالج ونفسي. قال له إيه مرضك؟ قال له قسوة قلبي. قال له أذبه بذكر الله. بس ده اللي عنده يعني في حاجه نورت جواه، فيقدر يعرف كويس قوي انه قلبه بدا يقسى. الجديد، لكن اللي في غفله هيعرف منين؟ طب خد الجديد. ذكر الله ينور اي معتم، ذكر الله ينير اي معتم، ذكر ربنا سبحانه وتعالى ينور القلب. بس خدي بالك، يبقى هو مستعد يكمل. ذكر ربنا بيعمل معجزات، ذكر ربنا سبحانه وتعالى يخلي التربه القاسيه دي خصبه وقبل للزراعه. انا متفقه معاك. طيب جدا، قولي. الشخص اللي زي ما بنقول كده بقت فيه طبقات على قلبه، حلو. فما هوش حاسس بحاجه ولا فاهم حاجه ولا في اي حاجه بتحرك مشاعره، يعني يروح ازاي للسكه؟ ما انا مش هينفع اعمل العمليه على طول.
ما سيادتك انا عارف ان في حاجات تانية وهتعجبك، بس الاول لازم اجهزه. انا ينفع ادخله العمليات وهو ضغطه عالي وسكره عالي؟ كنا اول نقعد نضحك لما تلاقي الدكاتره مثلا رايح يتعالج او هيعمل عمليه فيقول له ايه، يقول له ده انت ضغطك عالي، هات لك شويه لب ابيض كده من غير ملح ازقزهم بالليل وانت قاعد. ايه الدكتور اللي رايح يعمل عمليه موت للمريض ده ويقول له ازقز لب ابيض؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى مرقق للقلب. طب وبعدين معاكي بقى ان الذكر بقى مع الحاله دي مش هتنفع، بس عايزينه بس يجيب رجله. طب نعمل ايه؟ معاكي حد معانا؟ طيب اتفضلي ام محمد. نعم تحت امر حضرتك. اهلا بيك. سمعت انا عايزه اكلم الشيخ اسلام بعد الحلقه في مشكله، بس مش هقدر اطرحها في التلفزيون. سيبي طب سيبي انت هتحصل مشكله يا ام محمد. طب خلاص سيبي انت رقم تليفونك وانا اللي هتصل بيك. سيبي رقم تليفوني. خدوا بس رقم تليفونها في الكنترول. طيب ام عصام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا بحبك قوي قوي قوي، بحب الدكتور. ربنا يخليك. الله يرضي قلبك. ربنا يخليك نورتينا. وطالبه منك طلب واحد، الله يبارك لك. عيني الله يبارك لك. عيني ليك. وما تحرمناش منك. ما اقدرش. نفسي تدعي لعصام ابني بالهدايه، ربنا يهدي لبيته ويهدي لامه. يا رب. حاضر يا امي. ربنا يهديه لك يا رب. بس والله انا بكره ايه؟ بكره الجمعه. الله في صلاة الجمعة إن شاء الله ندعي لأخونا عصام. والنبي قول ربنا يهديك وتحن على أمك وتكلمها يا رب. وأحمد داخل المخرج. وأحمد داخل المخرج من الأبناء البرين. يعني أنا مبسوطة والحمد لله، مش عايزة حاجة. طب يا أمي ممكن أنا أطلب منك طلب؟ أطلب. تسيبي رقم تليفونك في الكنترول عشان أنا أبقى أسأل عليك أنا كمان. يا رب ما تحرم. الله يرضي قلبك الطيب يا حاج أم عصام. الله يرضي. أنا نفسي بس يكلمني ويريحني. هيكلمني. نفسي يكلمني ادعي له. هكلمك بامر الله واخد رقم تليفونه وادعي له. واخليه يكلمني. انا يعني هو الحمد لله ومعاه زوجه صالحه ومعاه ما شاء الله دكتور ومعاه مهندس. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. والله يا دكتور. هو ما بيكلمش حضرتك؟ فين وفين يا بنتي، كل 3 اشهر ومكالمه ما تريحكيش. والله يا بنتي يعني ولاده قصادي في العماره اللي قدامي، حتى العيال بقت قاسي عليا. وانا والله العظيم انا جوزي ميت بقاله، ابوه ميت بقاله 30 سنه وانا قاعده معاهم ومبسوطه والحمد. وعندي الكبير مريض، الكبير بتاعي مريض. ربنا يشفيه ويرضي قلبك. الله يرضي قلبك. الله يرضي قلبك. اسمعيني ما تعيطيش، سيبي لي رقم تليفونك وانا بعد الحلقه هتصل بيكي وهسلم عليكي واخد رقم اخونا الكبير الاستاذ عصام واتواصل معاه ان شاء الله، وربنا يقدرنا ونيجي نزورك وان شاء الله تبقى الاستاذه لميا معانا كمان. يا سلام على راسي. على راسي طبعا. شوفي هي دي شغلانتنا طبعا. شغلانتنا مش ان احنا نقول. بص كتير من الناس بتقول اللي المدمن ممكن يقول كلام كويس، الوحش ممكن يقول كلام كويس. اللي نجح سيدنا صلى الله عليه وسلم انه لما كان بيقول كان كلامه بينفذه. خلاص يلا نروح ناخد استاذ عصام ونروح للحاجه مؤقتا نتواصل معاه بس ونمهده وربنا يرضي قلبه يا رب العالمين باذن الله. الحاجه الثانيه اللي انت زعلانه بقى قلت لي ذكر الله ده هيعمل معاه ايه؟ هقول لك بقى بعد كده. لا مش بقول هيعمل معاه ايه، اما انت عايزه بقى على طول. لا بقول ان هو البني ادم اللي في غفله يعني يوصل ازاي لانه لازم يذكر ربنا؟ ما هو البني ادم اللي بيظلم حد بيبقى شايف نفسه ما بيظلمش. هقول لك بتيجي في لحظه، بس كل واحد ليه لحظته. يعني تخيلي ان فرعون ذكر ربنا. متخيله؟ بس بكبر. لا يا ريت بكبر. ده متاخر. ما هو متاخر ربنا وكبر. متاخر لما غرق حضرتك. لا ما كانش بكبر، ده كان بذل. لما غرق حضرتك في البحر قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. قالها صراحه يا استاذه لميا، قال انا مؤمن. بس بعد خلاص ما ينفعش التوبه. ولذلك انت بتساليني صحيح ازاي الغافل ده يذكر ربنا لما يسمعني واقول له خد بالك قبل فوات الاوان. هديكي هو ده اللي انا اقصده. حاضر يا استاذ. ان يبقى في حد هو اللي بيزن عليه، هو اللي بيذكره بربنا سبحانه وتعالى وان هو في غفله. تمام. طيب ناخد سيلين. سيلين اتفضلي. الو اهلا بيك. اهلا. ازيك يا مدام لمياء؟ الحمد لله يا حبيبتي. اهلا بيك. انا بحبك قوي في الله حبيبتي. ربنا يخليك يا رب نورتيني. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. اتفضلي. انا كنت كلمت حضرتك. كنت بقول لحضرتك عايزه تيتا نفسها تطلع عمره. يا حبيبتي. فانا بذكر حضرتك علشان ما حدش رد عليا. حاضر. قبل كده انا. حاضر.
معلش خدوا بس رقم تليفونها واكتبوا لي بس موضوع العمره جنبها ان شاء الله باذن الله. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده فضيله الشيخ اسلام النواوي، ان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. كنا بنتكلم يا شيخ اسلام على انه لازم يبقى في تذكره طول الوقت. تمام. في ناس تقول لك ده فلان ده خلاص ما فيش منه رجا، ده احنا اتكلمنا معاه مهما اتكلمنا هو اللي في دماغه في دماغه ومش شايف غير الصح بتاعه. لكن التذكره بانك دايما تقول له خلي بالك ربنا موجود، خلي بالك مش دايما لحد، خلي بالك انت مش ضامن اللحظه اللي جايه، خلي بالك الكفن ملوش جيوب، خلي بالك انت مش هتاخد حاجه معاك. احسنتي، انت تقريبا كده قلتي اللي باقي في الروشتة. فكره التذكره حضرتك من الامور المهمه جدا جدا جدا، بس عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. مع اجاده المذكر بالظبط، احيانا في ناس بتذكر الناس بربنا وكانهم بيقولوا لهم ابعدوا عن ربنا. وكل واحد مننا ليه طريقه. يعني من خلال خبرة حياتية يعني اكتشفت ان اصعب نصيحة نصيحة الابن لابوه. احيانا احنا واحنا صغيرين لما كنا بنختم القرآن كده ونشوف حد من الأهل بيعمل حاجة غلط نقول له ده غلط، لا تخير النصيحة، شوف حد قريب ينصحه. في واحد الموقف الحلو قدامه يجيب معاه نتيجة، في واحد الكلام اللين معاه يجيب معاه نتيجة، في واحد تاني كلام التذكرة بالأحوال الأخيرة يجيب معاه نتيجة، ودي بتعود لفطنة المذكر. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعامل مع كل الصحابة بمبدأ واحد. سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول له اعمل كذا، كان يسكت. فلما يسكت أبو بكر الصديق يفهم إن في حاجة غلط. في حد تاني من الصحابة لازم سيدنا رسول الله يقول له اعمل كذا، في واحد تاني من الصحابة سيدنا رسول الله يبعت له واحد من الصحابة يبات عنده عشان يعلمه وهو بيت عنده. فكرة الدعوة دي حضرتك فن طبعا. له روح طبعا. زي اللي بيقول لحد صلي بالظبط يا فندم. طيب أستاذينك ناخد التليفون ونكمل. حاضر حاضر. أم كريم أهلا يا لاني. أهلا بحضرتك. الحمد لله بخير، جزاك الله بكل خير عنا. ربنا يخليك يا رب. أنا لي سؤال وطلب. عنيا اتفضلي. السؤال، أنا لما بكون صايمة ما بتمضمضش. نعم. يعني بخاف بقول لا بلاش اتمرمط، بس ده السؤال بتاعي. حاضر. الطلب انا ممكن اسيب تليفوني للشيخ اسلام علشان في عندي مشكله عايزاه هو بس يوجهني فيها. لا بس حاضر. حاضر. طبعا طبعا. حاضر. خليكي حضرتك ما تقفليش الخط وارجعي للكنترول. حاضر. هجاوب على سؤالها الطيب. حاضر. الجميل ده اللي احنا عندنا الوضوء ليه اركان وليه سنن. أركان الوضوء حضرتك غسل اليد المرافق كده، أغسل وشي، أمسح رأسي، أغسل رجلي، دي أركان الوضوء. أي حد عمل دول يبقى عمل الأركان. في حاجة اسمها سنن الوضوء بقى، إن أنا أغسل إيدي وأخلل صوابعي، إن أنا أتمضمض، إن أنا أستنشق، إن أنا وأنا صايم أحيانا كده بسيب المضمضة. هي المضمضة دي سنة ولا ركن؟ سنة. مش معنى إن أنا بقول إنها سنة يبقى يعني ما نعملهاش، لا، بس تركها لا يبطل الوضوء. في حاجة تانية في الوضوء بقى حضرتك، افرضي انا عندي الميه قطعه وما عنديش غير الكوبايه اللي قدامي دي فيها ميه، ويتيمم يتوضى. طب اتوضى بالكوبايه دي؟ ممكن اتوضى منها. اللي هو اغسل كل عضو مره واحده مش ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات اتوضى قدام الصحابه، فتوضى مره يعني غسل كل عضو مره وقال هذا وضوء لا تصح الصلاه الا به، وبعدين اتوضى غسل كل عضو مرتين وقال هذا وضوء من يثني الله تبارك وتعالى له الثواب، وبعدين اتوضى ثلاثة وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فيا أمنا الغالية الكريمة، ترك المضمضة أثناء الصلاة أثناء الصيام لا يفسد الصيام، بل بالعكس بعض العلماء كانوا بيقولوا للناس ما تتمضمضوش وما تبلغوش في المضمضة علشان خاطر خلوف الصائم ما يضيعش. واخده بالك؟ ربنا يتقبل منها. أمين يا رب ويكثر طاعتها. خلصنا؟ لا هنقول بقى عشان نختم بقى قسوة القلوب وهنبدا بقى في امراض ثانيه. طيب. يعني ربنا يكفينا كل الامراض اللي في الدنيا. ربنا يعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اخر حاجه حضرتك ترقق القلوب، النظر الى ما اصحاب الابتلاءات. يعني طبعا. لما انا كنت يعني في تعرف انت قد ايه في نعمه. في فيلسوف اوروبي كان يقول كنت احقد على المجتمع جدا عندما اسير دون ان ارتدي نعلا، ما عندوش حذاء ربنا يعزم، فكان يمشي حافي، الى ان صادفت رجلا بلا قدمين.
اشوف اصحاب البلاءات. تاني حاجه ذكر الموت، بس مش اللي هو ذكر الموت ان كل حاجه قدامي سودة، افتكر ان انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى، ولما اقف من ايد ربنا سبحانه وتعالى هعمل ايه. اهم حاجه مرافقه الصالحين. في واحد يبقى عيان لما يقعد مع ناس كويسين تلاقيه بيلعب كوره، وفي واحد يبقى خفي يعني معافى ويقعد مع ناس مرضى تلاقيه مرض. اللي هو ايه تصدير الحاله ده، ده حقيقي. لما اكون انا صاحب ذنب واقعد مع ناس صالحين، يا نهار ابيض يا استاذه لميا، بحس ان انا من اولياء الله الصالحين. اي نعم بحس ان انا قليل، بس ربنا هيقبلني بيهم. ولذلك دي ليها شاهد واقعي، الراجل قتل 99 نفس وقتل واحد تاني بقوا 100، وبعدين حب يتوب، فالراجل قال له خد بالك انت عمرك ما هتتوب لو رجعت لاصحاب الذنوب، روح لاهل الطاعه يبهتوا عليك شويه. يا رب رقق قلوبنا واجعل قلوبنا لينه. أمين. ببركه الصلاه على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا لين الطبع ولين القلب، ويسعدك ويسترك ويسعد كل اللي بيشاهدونا يا رب العالمين. امين امين يا رب. نورتني يا فضيله الشيخ. الله يرضي قلبك الطيب يا رب العالمين. يا رب اشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما تعودنا مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لفقره مسجله بعد الفاصل ان شاء الله، وبكره احلى نكمل مع حضراتكم، عندنا فقرتين لسه في البرنامج ان شاء الله، انتظرونا ان شاء الله بعد الفاصل. بشكر حضراتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. كلنا نفسنا اننا نقابل وجه رب كريم واحنا واخدين معانا رصيد كبير جدا من الحسنات، زي ما بيقولوا كده الكفن ملوش جيوب، بس تقدر تاخد معاك حاجات كتير قوي وانت رايح تقابل ربنا، تاخد معاك حسنات وصدقه جاريه وخير ودعوه حلوه من حد انت ساعدته وممكن يكون محتاج. النهارده من خلال فقرتنا هنقدر نقول لحضراتكم ونقول كمان لنفسنا ازاي يبقى عندنا رصيد كبير جدا من حسناتنا، عشان يوم لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندنا رصيد كبير جدا. معانا النهارده الشيخ عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. شيخ عماد، كنا بنتكلم وشفنا يمكن قبل الفاصل الابار كتير جدا اللي حفرتوه، حضرتك قلت عدد كبير جدا من ابار المياه. هو انا بناشد الناس اللي بتحب امهاتها، سواء كانت الام عايشه او الام ماتت. كفاية بقى ان احنا بندي هدية وردة ومش عارف ايه، والقصص اللي هي تاني يوم بنطلب طلبات اغلى من الهدية اللي احنا جبناها. ما نيجي نعمل مبادرة اثبت حبك لامك بعمل صدقة جارية لامك حسب امكانك. اعمل مسجد او شارك فيه، مش كتير على امك طبعا. اعمل بير، البير فيه طرمبة من 1500 لغاية 5000، في بير بخزان واحد ب 12000، في بير بثلاث خزانات. شوف الاجر والثواب قد ايه لكل شخص لهم. هيشرب بق ميه او هيتوضى او يعني او اي حاجه، او هيعمل يستعمل ميه في اي حاجه. استاذتنا الراجل سقى كلب دخل الجنه. كلب، انت هتسقي بني ادمين، هتسقي امم، هتسقي اغنام ومواشي، ناس هتتوضى وهتصلي. شوف بقى بكام. هو سقى مره واحده مش كل يوم، هي مره واحده. انت هتسقيهم كل يوم، يعني شوف الحسنات قد ايه. وفي الاخر الانسان لما بيموت بيطلب من ربنا يرجع، فربنا يقول له هترجع تعمل ايه؟ يقول له فاصدق. ما انت عايش اهو، يلا طلع الصدقه. تمام. ف يعني الحق نفسك بقى قبل. الحق. وبعدين ما تقولش الفلوس اللي جايه على قد اللي رايح، ما نقص مال عبد من صدقه. صح. اوعى تقول دي خالص، اوعى تقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، اوعى الامثال دي. رزقك خطأ. اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهولك في جزء مش بتاعك، ده بوابه الرزق. لو حابب تتغنى تصدق هتتغنى. صح. اصل انت لو عملت بير ب 12000 ربنا يردهولك 700 ضعف، اضرب بقى 12 في 700. هو اللي قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وخلي بالك حذرك في اللي قال لك ايه، والله يقبض، ممكن يخليك على البلاطه ويبسط، يخليك اغنى واحد في الدنيا. الصدقات الجارية. تمام. فاحنا بنقول سيدنا عثمان بن عفان لغاية النهاردة ليه صدقة جارية بتدر أموال طائلة على الفقراء والمساكين بسبب بير رومة.
اللي عمله. أيوة. زرعوا حواليه شوية نخل، النهاردة النخل بتاعه بيصرف على المسجد النبوي. ده نموذج بعلق لك رخامة، أكيد اللي بتوضى ده وشاف الاسم هيقول الله يرحمه أو الله يبارك له. طبعا. ده الشيخ عبد العزيز من السعودية عمل معنا 12 بير على روح العيلة كلها. Yeah. تخيلي ما شاء الله. هو ده بقى الحب الحقيقي. سيبكوا بقى من الحب لما انت جايب لامك الضغط والسكر والكبد والتليف وطلعت عيني وممكن توديها في الاخر دار مسنين. اثبت حبك بعمل صدقه جاريه لامك. وكل ام شايفانا دلوقتي قولي لولادك انا عايزاكم صح صدقه بدل ما تروح تجيب لي طقم حلل ولا كوبايات ولا عبايه ولا اي حاجه. اسعد الناس دي، هي دي اللي هتفرح بها هناك يوم القيامه. الفرحه مش في الدنيا. مش بيقول ايه يا ليتني قدمت لحياتي. هو اكتشف ان الحياه هناك مش هنا. فشاف الاطفال كفايه دي. كفايه الاحساس بالسعاده اللي ممكن تشوفها على وش حد انت قدرت تساعده. الواحد لما بيعدي حد طريق، يعني لو ست عجوزه ولا راجل عجوز ومش عارف يعدي الطريق ويمسكه من ايده عشان يعدي له الطريق، كفايه بس انك تسمع دعوه. بص انا سبحان الله هي بتدعي. لا لا ده لو دعوه لو حلوه فيديوهات تعرف دي تقارير. لو اتفتح التقرير وسمعت كلام الناس كل الناس هتجري تعمل. الناس مش مصدقه ان مصر بلد النيل، فيها في اماكن ما فيهاش ميه كتير. حتى في اماكن فيها ميه بتوصلها الميه مرتين في اليوم، يومين في الاسبوع. لان احنا لما بتتقطع الميه عندنا ساعه بنبقى بنلف حوالين نفسنا. احنا بنقول يعني اي حاجه بس بلاش الميه والنور. لا دول مفيش. في ناس بتقول لك اكتب اسمنا، وفي ناس بتكتب فيها الخير. مش رياء انك تكتب اسمك، انا بقول اكتبوا اساميكم، لان ربنا بيقول ان تبدوا الصدقات فنعمه هي. ما هو الابداع اهم حاجه. القلب يبقى تقي نقي لله. لان بسبب كتابه اسمك ناس كتير ما بتثقش، بس بتثق لما تشوف اسمه وعارفه مكان البير بتاعه هو. وحضرتك قلت انه اي حد بيستعمل المايه بيدعي لصاحب البير. ده بيقولوا كلام. بص انت عارفه بقى، واحد كان بيموت وفجاه الحياه رجعت له، شوف هيقول سبحانك ايه. سبحانك يا رب. طبعا. ومش طبعا. هو بس ده، هو كل اللي بيروح وبعد بكره وبعده على مدى الحياه. ناس تسال ما الابرد لما بتبوظ مين بيصلحها؟ بص هو الناس دي عارفين ان ده شريان الحياه بتاعهم، بيحافظوا عليه. ولما بيحصل له حاجه يا يتصلوا علينا نصلحه يا هم يعني بيصلحوا. انتوا بتتابعوا؟ بنتابع. بنعمل زيارات ميدانيه باستمرار. كنا بنعمل الطرمبات زمان، بس الطرمبات بتتسرق بتاعتها. فلكن الابار في الاماكن دي ما حدش بيجي جنبها، بيحافظوا عليها جدا وبيصلحوها هم. انتوا يعني كمان بتدخلوا للبيوت في بيوت بنوصل لها حنفيات، وفي بدانا نعمل عند مساجد. في مساجد ما فيهاش ميه خالص فبالتالي اتهجرت، ما حدش بيصلي. فبدانا نعمل لها بير، نوصل لها خط ميه جوه، لان احنا بنغذي البير بموتور. تمام. فبيبقى المسجد في ميته، الناس بقت تتوضى. الجامع بيحتيه من جديد طبعا. بسبب بير الناس بتشرب بره وبتتوضى جوه. فانا بقول للناس ما تستهونش، ما تقدرش تعمل بير لوحدك، شارك في بير. طبعا. يعني في ناس ربنا كرمها وتقدر ان هي تعمل ده، بس اللي ما يقدرش حتى لو مبلغ صغير او بسيط مع مجموعه هتقدر تعمل بيه حاجات كتير. ده اللي احنا بنقول عليه. وفي الاخر سبق درهم 100,000 درهم. فدي من ضمن اعظم الصدقات الجاريه اللي الواحد يتمنى ان يشارك فيها. يعني لو اي حد عايز يتواصل ويعمل ده ويساعد، سواء كان بانه يعني يطلع جزء كبير من امواله او من زكاه ماله في انه يعمل بير لوحده او انه يشارك، يقدر يعمل ايه؟ لا لا لا، هو يتواصل معانا على طول. حابب يزور المكان اللي محتاج يعمل فيه البير بيشرفنا بنوصله لغايه هناك، وفي نفس الوقت بيحضر ويشوف الارقام موجوده معانا على الهواء. اي حد حابب انه يتواصل. وممكن ناس تقول لك ايه والله يا ابني انا ما فيش معايا. طب ممكن تحكي لصحباتك، ممكن تحكي لاصحابك، يعني تقدر تاخد اجر وثواب بان انت يعني تفعل بلغ الموضوع وتقول للي حواليك، فيقدر حد ربما يكون حد منهم يقدر وتدل على الخير تفاعلها. طبعا طبعا. بتعملوا حاجه تانية برضو كويسه جدا، وهي مراكز للكلى او العلاج الفشل الكلى. احنا في اماكن كتير شاركنا فيها على مستوى الجمهورية، لدرجة ان بدأنا نعمل احنا مركز طب متكامل اللي هو مستشفى البر والتقوى في دمياط. اللي حابب يزور المكان بنفسه 1000 متر صافي مباني، مستشفى كاملة 6 ادوار احنا بنشطب حاليا. دي تخصصات كتير بقى. هيبقى فيها مركز كلى متكامل، فيها حجرة عمليات بالمواصفات الحديثة لزراعة الكلى فضل الله عز وجل. هيبقى فيها غرف عمليات لكل العمليات الاخرى، يبقى فيها مركز قسطره قلب، هيبقى فيها دار مسنين مرضى
مش دور مسنين بس، محتاجين لا رعايه طبيه، محتاجين رعايه طبيه. هيكون فيها مركز كامل للنساء والولاده والحضانات للفقراء والمساكين. المستشفى ده هيكون برضه عشان المشاهدين يكونوا عارفين، هي استثماري خيري، استثماري للاغنياء مجانا للفقراء، بحيث ان احنا في الاخر انت عارفه المستشفيات محتاجه مصاريف كتير طبعا، فيبقى الغني واضح انا يعني من الصوره انه دي مساحات كبيره جدا فيها مجهود كبير مبذول. فاحنا لغايه النهارده 40 مليون جنيه بس واقفين، محتاجين المحسنين يساهموا معانا في كفاله حجره، حد يشارك معانا في تشطيب العمليات، حد يشارك معانا باجهزه غسيل كلى، حد كنا الاول بيجي لنا اجهزه قبل ما نشتغل في المستشفى بقى نهديها للمستشفيات الاخرى، مراكز كتيره ساهمنا فيها عن طريق المحسنين. النهارده احنا بنقول للناس احنا محتاجينكم على الاقل نشغل المستشفى ديت، ما شاء الله هتبقى خاصه بفقراء مصر على مستوى الجمهوريه، لان احنا عندنا مستشفى في ابو دياب شرق في ديشنا هنا، عندنا مستشفى في نجاده هنا، عندنا مستشفى في دمياط، عندنا مستشفى في مدينه السلام. محتاجين ناس تحط ايدها في ايدينا، لان الجانب الصحي محتاج دعم المحسنين طبعا، هو من اهم الاشياء هو وجانب التعليم. اي حاله بتجيلكوا بتدرسوا الحاله حضرتك بتقول جزء استثماري وجزء خيري، والخيري للناس اللي ممكن تكون محتاجه، بتعملوا دراسه بقى للشخص نفسه وتتاكدوا من حاجات معينه. هي الجمعيه 18 فرع، 18 فرع على مستوى الجمهوريه. طيب. فاحنا مناديبنا في كل مكان، الشخص بيجي على ما بيخلص الكشف بيكون التليفونات خلصت، ظروفه ايه، مجاني خالص، ربع، نص، هيدفع كله هو جوه. مش بنقول له استنى ما نعمل البحث، لا هيشتغل. احنا الوقت بنودي حالات كتير بتجيلنا في اطباء، عشان لو في اطباء بيشوفونا او طبيبات يا ريت يتواصلوا معانا ويبلغوا نفسهم بالانضمام لمبادره احنا معاك، حسب تخصص كل واحد في اي مكان. على اساس ان احنا بنبعت الحالات للاطباء مجانا، ومتعاقدين مع القصر العيني ومستشفيات كتير مجانا. شايفه ان انتوا فاتحين المجال لكل حد، يعني انتوا مش سايبين ثغره. حضرتك قلت فكره هايله دلوقتي، اي طبيب حابب ان هو يبقى بيتبرع بمجهوده وبوقته وبعلمه عشان يساعد او يعالج حد ممكن يكون محتاجه ومش قادر للعلاج، انه يقدر يبقى معاكوا في الموضوع ده، ويبقى برضه ليه اجر وثواب كبير جدا عند ربنا جداً سبحانه وتعالى. جدا احنا عندنا اماكن ما فيهاش وحدات صحيه، يعني تلاقي عشان تركب تروح لوحده صحيه مواصلات 250 جنيه. بتقول لا خلاص انا اموت هنا احسن. طبعا كتير كده 250 جنيه عند ناس مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير في حواجر ونجوع مستحيل. تمام، فتخيلي 250 جنيه غير بقى الطبيب، غير العلاج، غير لو في عمليه. فهتجيب منين؟ النهارده بدانا ننشئ في اماكن مستشفيات عيادات تخصصيه بمعاونه المحسنين. وده اللي انا بقول عليه، احنا عندنا مراكز كتيره محتاجه لسه اجهزه، علينا فيها ديون كتير محتاجينهم يساعدونا، لان الدكاتره لما بتروح بتحب الناس. تحبها، اقول لك الناس دي فقيره جدا، احنا خلاص هنتبرع باليوم. فهو بيجي يوم وواحد تاني بيجي يوم، نشتغل في العياده التخصصيه 3 ايام والباقي مقفول. فاحنا محتاجين اطباء كتير يكونوا عارفين ان هي دي الحسنه اللي بتخترق السماوات السبع. طبعا طبعا طبعا، ان انت تساعد اي حد ممكن يكون محتاج اي شيء. شايفه ان انتوا بتنزلوا كوره كتير جدا، احنا ما نعرفش حاجه عنها، ما بنسمعش عنها، بتقدروا تحددوا المناطق دي ازاي او بتعرفوها ازاي؟ هي بتبدا حد بيبعت لنا رساله، ارجوكم زوروا المكان الفلاني. ففي حالات بتتصل علينا، فبنبعت المندوب مش يشوف الحاله، بيتقصى المنطقه. بدأ النهارده لنا مناديبنا في كل مكان، بدأنا ندخل في اماكن حتى احيانا كتير من المسؤولين مش مصدقين دي تبعهم. بفضل الله عز وجل. النهارده بقى يعني من وجودنا من 2007 في الشارع، حتى ناس كتير تقول امال انتوا شغالين كده ما نعرفكوش. احنا ما بننزلش المدن، مالناش دعوه بالمراكز، انتوا ناس مستورين. احنا بنروح للام حسنه ام 700، احنا اللي بندور عليهم. تلاقينا في سيوه، تلاقينا في رفح، تلاقينا في جبل الحلال. تلاقينا اماكن خطر، بس هي دي الحسنه ام 700 اللي هنتسال عليها يوم القيامه. وعايز اقول للمشاهدين، اوعى تفكر ان صلاتك هتنفعك او صيامك او حجك، حتى لو جهدت في سبيل الله وفي واحد جار لك جعان مش هتدخل الجنه. احنا رسالتنا لما النبي سئل عن احب الناس الى الله، ما قالش اكثرهم صلاه، ولا اللي بيقيم الليل، ولا اللي بيختم القرآن. ولا اللي مربي دقنه، ولا اللي لابس جلابية نص مش عارف ايه، لا، قال أنفعهم للناس. فالصحابي طمع، قال له أحب الأعمال، قال له سرور تدخله
على مسلم. صحيح صحيح طبعا، ودي ودي اكتر حاجه تدي سعاده في الدنيا، هي ودي اللي بيسعد ربنا. اصل بص ربنا عز وجل بياتي يوم القيامه في الاثر بعبد من عباده فيقول له عبدي ما تظن اني فاعل بك؟ قال يا رب انا من اهل النار. فيقول الله عز وجل ومن انبأك؟ قال كثرت سيئاتي. فيقول له لكنك ستدخل الجنة. فقال لما يا رب؟ فقال أنك ذات مرة تصدقت على عبد من عبادي. فيقول وهذه تدخلني الجنة؟ فيقول الله عز وجل نعم عبدي لما أطعمته؟ فيقول يا رب تكرما علي. فربنا يقول له أتتكرم على خلقي وأنا الكريم؟ ادخل الجنة بكرمي. احيانا يبقى في حاجات بسيطه وصغيره قوي بنعملها في حياتنا ممكن نبقى مش واخدين بالنا ان هي ليها قيمه كبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما حضرتك بتقول ان انت تطعم حد، تساعد حد في شيء معين ولو بالقليل، مش لازم يبقى يعني بتعمل عمل كبير جدا، كل واحد على قد امكانياته وعلى قد ظروف حياته. تمام، احنا احتفلنا بعيد الام، في ناس جابت لنا حاجات حلوه قوي، ما بقول بخصوص اللي هي ايه حاجه بسيطه يعني، جابت هدايا كويسه. في مدرسه اسمها مدرسه الاسراء في مدينه السلام، فوجئنا لقينا جاي وفد من المدرسه جايب 30 هديه صغيره من مصروف الاولاد. الله، الطلبه لموا من بعض من مصروفهم واشتروا هدايا للامهات وجم لجمعيه البر والتقوى عشان واثقين ان احنا بنختار امهات صح. من أجمل الحاجات اللي لازم تبقى موجودة في تربيتنا لأولادنا إننا نجعل جوه قلوبهم إحساس بغيرهم، ما يبقاش بس عندهم الأنانية في أنه أنا وبس، أنك تحس بالشخص اللي محتاج، اللي ممكن يكون حتى في سنك ممكن يبقى محتاج حاجات بسيطة قوي. مش البساطة دي ما تعرفيش، الأمهات بكت من الفرحة طبعا. شوف بقى يعني منها أمهات شهداء، الجيش والشرطه كانوا معانا، فعايز اقول ما تستهونش بالحاجه البسيطه طبعا. ولسه احنا هنتكلم يعني في الاحتفاليه الكبيره اللي عملتوها في عيد الام ان شاء الله، هنتكلم عنها الحلقه الجايه باذن الله لو عشت وكان لي عمر مع حضرتك باذن الله. نورتني يا شيخ عماد، بشكر حضرتك جدا. الله يبارك فيك ويسعدك. انا عايز قبل ما انسى، في واحد قبطي اتبرع برحله عمره، ثمن رحله عمره لاخت مسلمه ما شاء الله. وفي شركه الشركه العربيه للسياحة والسفر اتبرعت بتأشيرتين عمرة، والناس هتسافر يوم بعد يومين بالظبط ان شاء الله. ما شاء الله، ربنا يجازيكم كل واحد خير في مجاله، اللي يقدر عليه يعمله، وما تقولش انا ما فيش معايا، لان ربنا هو اللي بيرزق العباد. صحيح صحيح، ونعم بالله. بشكر حضرتك جدا، اشوفك على خير كلمة. ان شاء الله. بشكرك. زي ما تعودنا مشاهدينا هنروح مع حضراتكم الفاصل، بعد الفاصل فقره مسجله من وبكره احلى لو عشتوا كل يوم. اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله، اشوفكم بالف خير. سلام عليكم. لا الرفيع عاجبه حاله ولا التخين عاجبه حاله. تلاقي الرفيع يقول لك انا نفسي ابقى زيكم، ونفسي بقى اعرف اكل ويبان عليا ان انا باكل، نفسي اتخن شويه، باكل الحاجات الكتير قوي اللي التخين محروم منها، كل الحاجات اللي فيها سكريات، كل الشوكليت، كل الـ لو في بلح بقى عنب، اي حاجات ممكن تكون ممنوعه في الدايت هو ياكلها وما يبانش عليه، والتاني ياكل زي ما نقول كده بيتخن لو شم الهواء. ناس كتير جدا تلجأ ان هي تعمل دايت لكن تفشل، تفشل بقى في نص الدايت، تفشل على اخر اليوم، تفشل بعد ساعة، المهم ان هم بيفشلوا في فكرة ان هم يقدروا يخسوا. النهاردة هنتكلم وهنقول اللي نفسه يخس ازاي ممكن يتحكم في شهيته عشان يقدر يوصل للوزن المثالي اللي هو بيحلم بيه. معنا النهاردة الدكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، ودبلوم التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. دكتور خالد أهلا بيك ومنورنا. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني معادلة مش هتنتهي، صعبة بس يعني ممكن أننا نقدر نحلها، وهي فكرة إزاي البني آدم يقدر يقفل شهيته. في ناس تاكل وتقول لك انا ما بشبعش، في ناس بتاكل كميات اكل كتيره جدا وعندها القدره ان هي بعد شويه تجوع وتاكل تاني، وما يبقاش ثلاث مرات في اليوم بس، يبقى مره واثنين وثلاثه واربعه وداخلين خارجين على الحالات دي كتيره. يعني الحالات دي كتيره قوي، وخصوصا ان في حد مثلا يقول لك يا دكتور انا ما باكلش، بس لما بنيجي نشوفه على مدار اليوم ببتدي اقول له مثلا انت بتفطر ايه، بتتغدى ايه، بتتعشى ايه، بتلاقي في حاجات ممكن تكون في الوزن صغيره قوي بس السعرات الحراريه او الطاقه اللي بتديها عاليه جدا.
فبالتالي ممكن يكون هو قاعد طول اليوم ما بياكلش او ما بياكلش رز ولا مكرونه ولا لحوم ولا وجبات دسمه، بس تلاقي في حاجات صغيره كده مثلا بياخد شوكولاتات كتير، بياخد سناكس كتير، بياخد حاجات مثلا بطاطس مصنعه كتير، كل ده بيقدر ان هو يديله سعرات حراريه عاليه قوي، بيبسي كتير، كل ده بيديله يعني سعرات حراريه بحيث ان هو بيتخن وفي نفس الوقت هو ما اكلش. هو فعلا في فعلا ناس كتير قوي وزنها يعني معدي ال 100 ولما تقعد معاهم تلاقي اكلتهم ضعيفه جدا بس بيتخنوا. ما هو دي بقى ايه الطاقه، ما بين الطاقه اللي داخله الجسم وما بين الدهون اللي عماله الجسم عمال يتراكم، هي دي الموازنه. فبالتالي النهارده عشان نحط واحد في نظام غذائي او على التراك لازم نحط له حاجه مهمه جدا، ابتدي اظبط له ميزان الطاقه اللي جوه جسمه، ان انا ازاي ادي له اقل سعرات حراريه ممكنه. وعلشان كده ظهر على مستوى العالم الالياف الطبيعيه الفايبرز. ليه الفايبرز؟ اولا لان السعرات الحراريه بتاعتها زيرو، فهو بياخد وجبه سواء كان في الغداء او في العشاء من الالياف الطبيعيه ما بيدلوش سعرات حراريه نهائيا. فبالتالي الجسم النهارده بيبتدي يدور على الطاقه ياخدها منين، فبيروح جاي قالب المعادله ياخدها من الدهون المتراكمه جوه الجسم. جوه جسمنا بيبتدي الجسم يدور فين الدهون المتراكمه يكسرها ويبتدي يستغلها في الطاقه. فيبدا البني ادم وزنه ينزل، يبدا بقى وزنه ينزل. طيب هو نقدر الالياف دي ان احنا يعني نعتبرها وجبه غذائيه ما ناكلش بعدها؟ يعني هل ممكن ناخدها بدل الغدا مثلا، ممكن بدل الفطار، ممكن بدل العشاء؟ حلو قوي. دايما جسمنا بيحتاج كذا حاجه، اولا بيحتاج طاقه، بيحتاج فيتامينات ومعادن. الطاقه اوريدي لو واحد تخين فهي موجوده جوه جسمه في صوره الدهون. وده الميكانيزم او طريقه العمل اللي بيعملها جسمنا للاحتفاظ بالطاقه، لما ما بيقدرش ان هو يخرجها يحولها دهون. فبالتالي انا خلاص جسمي لو انا تخين انا جسمي فيه طاقه، فانا مش محتاج اكل وجبات فيها طاقه، بس محتاج اخد فيتامينز ومعادن. الفايبرز الالياف الطبيعيه موجوده من النبات والفاكهه، فبالتالي انا بمدك بالفيتامينز وبمدك بالمعادن اللي انت محتاجها، وفي نفس الوقت ما ادتلكش طاقه، فيبتدي جسمك ان هو ينزل في الوزن. ناس كتير بيبقى معدل الحرق عندهم قليل، وفي ناس ضعيف جدا، وفي ناس معدل الحرق عندهم خلاص بيبقوا هم يعني من كتر ما جربوا حاجات كتير قوي خلاص ما بقاش عندهم اساسا حرق في الجسم، وبيجي لهم احباط، عارفه اللي هو خلاص بقى انا جربت حاجات كتير فخلاص انا هدني بجسمي كده زي. ولو جيت قلت لهم ده في كذا يقول لك ايه، انا جربت كل حاجه في الدنيا وخلاص تعبت. بص، هو التجربه الكتير بتعلمه في النهايه ان بقى في طريق واحد علشان تنزل وزن، اللي هو انا ابتدي اقلل من السعرات الحراريه داخله جسمي. هو ده لو واحد بيفكر فعلا في نظام غذائي او ان هو ينزل لازم افكر في النقطه دي. نقطه مهمه جدا، ازاي ادخل جسمي اشبع وما اخدش سعرات حراريه. طبعا يعني لما جه العلماء اكتشفوا موضوع الفايبرز كان اكتشاف عالمي، وحتى مقالات كتيره جدا اوروبيه وامريكيه بتتكلم بتقول اسطوره الالياف الطبيعيه، لان هي فعلا اسطوره. ازاي انا هديك حاجه تخسسك وما فيهاش سعرات حراريه وفي نفس الوقت كمان تفيدك وتكون أمنة كمان على الجسم ما فيهاش أي مشكلة ولا بتأثر بالزبط. أعتقد على أي حاجة موجودة. ده حقيقي. فظهرت طبعا يعني الألياف الطبيعية بتاخد بشكل طبيعي جدا أورجانيك، ما فيهاش أي نوع من أنواع الكيماويات كيميكالز. بياخدوا طبعا بيعملوها بطريقة النانو فايبرز عشان يجمعها في الكيس الباودر اللي احنا بنشوفه. الكيس الباودر ده يعني مركز جدا من الألياف الطبيعية، كمية مركزة جدا. وبالتالي كمان يعني لما الشخص بيبتدي ياخد هذه الكمية المركزة بتعمل حاجتين. اول حاجه انها بتملى له المعده، فبالتالي انا خلاص شبعت ببقى خلاص مش عايز اكل. فالناس اللي عندها مشكله تقول لك انا باجي بالليل يا دكتور وببتدي ان انا اجوع كتير، باجي بالليل وابتدي احس ان انا عايز اكل كل اللي في الثلاجه. ابدا بالفايبرز كلها الاول واشرب عليها لتر ميه، هتلاقي معدتك اتملت، مش هتحتاج ان انت تفتح الثلاجه او تدور على اكلات عشان تاكل. ونام بقى وخلاص بقى يعني. نام وسلمها لربنا بقى. خلاص شبعت. طب احنا معانا فيديو وهستاذن حضرتك والساده المشاهدين نروح نشوفه ونرجع ان شاء الله نكمل كلام. Hi guys, this is Dr. Raihan here. Let's talk about diabetes and how fiber-rich food can help with that. So more than 100 million people in the United States are currently living with diabetes or pre-diabetes. Nearly 1 in 4 adults are currently diagnosed as diabetic. Leading a healthy lifestyle is one of the best strategies to prevent or treat type 2 diabetes. Not to mention, high fiber diet is one of the great way to reduce the or lower the risk of diabetes. So what is a fiber?
Fiber is a carbohydrate that our body can easily digest, and it slows down the rise in blood sugar after a meal. Fiber is found in plant-based food, and there are two types of fiber, soluble and insoluble. Soluble fiber, when it's passing through our digestive tract, becomes gel or sticky-like, which reduces the absorption of cholesterol. Insoluble fiber, on the other hand, doesn't get dissolved and helps with hemorrhoids and constipation. Fiber can also help with the weight management since it makes us feel full and satisfied after a meal and also better regulate our blood sugar level. Since people with diabetes are at higher risk for cardiovascular complications, fiber's ability to lower cholesterol and blood pressure is a great... واحنا في الفاصل دكتور خالد بيقول لي انت عندك برد خدي بقى الفايبر. هو كمان يعني انا واضح طبعا انه السكر والكوليسترول ويعني لا بس هو مش البرد يعني والقلب ويعني حاجات كتيره قوي الحقيقه. طب هو بقى اللي ناقصها فعلا البرد. لا هو مش للبرد, هو لانقاص الوزن. والواحد لما جسمه بينزل اوريدي بتلاقي معدلات السكر والكوليسترول بتبتدي انها تتظبط في جسمه. على فكره الفيديو ده كان لدكتور عدنان, دكتور عدنان ريحان, ده دكتور من اصل هندي بس قاعد في امريكا, دكتور مشهور قوي في مجال الابحاث العلميه الخاصه بالنيوتريشن او التغذيه. والحقيقه بصوره بسيطه قوي ومختصره قوي بيوضح عن ان الالياف الطبيعيه هي جايه من نبات وفواكه, فما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات. عشان لو حد قلقان ان هو هيدخل جسمه كيميكالز او ان هو قلقان يقول لك يا دكتور طب دي حاجه ممكن تكون فيها حاجه مصنعه, لا حاجه طبيعيه 100%, ما تقلقش تماما منها. كمان لو انت عندك امراض مصاحبه زي سكر زي كوليسترول زي امراض ضغط الدم, خد الالياف وانت مطمن, بالعكس هتساعدك كتير. قال نقطه مهمه قوي, ان الالياف الطبيعيه الجسم لما بتخش المعده بتفضل فيه فتره طويله, الجسم ما بيهضمهاش بسهوله. على عكس الالياف الطبيعيه اللي احنا ممكن ناخدها مباشره من الخضار والفاكهه الطازجه. واكيد هنبقى يعني مهما خدنا من الحاجات الطبيعيه اكيد مش هتعمل نفس النتيجه ولا هتملى في المعده زي صحيح ما لان هي مركزه جدا, وفي نفس الوقت كمان هتقعد جوه الجسم حوالي 8 ساعات. فانت متخيل انا حاسس بالشبع مده 8 ساعات كامله بعد ما خدت الالياف الطبيعيه. فهي سكسس ستوري, يعني قصه نجاح على مستوى العالم كلها في حته انقاص الوزن. طبعا موجود لما الواحد بياكل وجبات دسمه او فيها سكريات كتير معرض ان هو معدل السكر في الدم يرتفع طبعا, بيوصل لمعدلات خياليه. واحنا بنشوفها خصوصا في شهر رمضان اللي هو فيه كل حاجه كل الاكل. يعني انت فاطر مثلا يعني صايم حوالي 16 ساعه بتيجي تاكل وجبه دسمه جدا كبيره جدا, الجسم بيبقى عامل في حاله جنون. طبعا كل ما بتاخد كل حاجه بقى, بتاخد نشويات وبتاخد دهون وبتاخد سكريات وكل حاجه تقريبا مع بعض. صحيح, فازاي تقدر ان انت في الفتره دي كلها يعني الجسم ان هو معدل السكر بيرتفع بشكل جنوني. فاحنا يعني بنحميك من الحته دي بان احنا بنحافظ لك على معدل السكر مع الالياف الطبيعي في الصوره المثاليه بتاعته. وبالتالي النهارده انت كمان بتامن نفسك من خطر الاصابه بمرض السكر. أمريكا يعني في آخر إحصائية هناك في 100 مليون مواطن عندهم مرض السكر. هو دلوقتي بقى مرض العصر, يعني بقى زي الأنفلونزا يعني بالظبط. حتى حطوها بصورة مبسطة قال لك من كل 4 أشخاص في واحد عنده سكر. فمرض الحقيقة بقى مرض العصر اكتشف بشكل كبير جدا. فليه ان احنا نحط نفسنا في الريسك ده او في المخاطر دي؟ وخطورته الحقيقه يعني خطورته سيئه جدا, واهماله من أسوأ ما يمكن. وما بيبقاش بس فكره انه عنده مرض سكر, ده احنا بندخل في متاهات ثانيه اكبر من كده بكتير. السكر ده يعني لو نبسطه للمشاهدين عباره عن ايه؟ تخيلي كده لو جبنا حته لحمه حمراء, لحمه, وحطيناها في قلب عصير قصب وسيبناها يوم. تخيلي اللحمه دي هيحصل فيها ايه؟ هو ده جسم الانسان لما بيبقى معدل السكر عالي. بالظبط, يعني كل الجسم بيتأثر, سواء بقى كان خلايا, سواء كانت معدة, سواء كان كبد, سواء كان كلى, سواء كان مخ, كل ده بيتأثر, أعصاب. طب الألياف يا دكتور للمريض اللي عنده سكر, يعني الناس اللي بيجي لها سكر دي احنا نعرف انه زي ما حضرتك بتقول كده هو اساسا بيبقى شخص بيحب السكريات, يعني ما بيقدرش يقاوم الحلويات, لو شاف شوكولات ما يقدرش, بياخد كمية سكر كتير في اي حاجة بيشربها, ساعتها هي تقدر تمنعنا عن الحته دي, عن رغبتنا في اننا عايزين ناخد سكريات كتير, عايزين ناكل شوكليت, يعني بتقفل نفسنا في حته السكريات.
بصي، هو طبعا الالياف الطبيعيه لما بتخش الجسم انا كده كده خلاص شبعت، فانا حليت يعني نص كبير جدا من المشكله، انا خلاص شبعت. الحاجه الثانيه كمان انا ما حفزتش البنكرياس عشان يفرز انسولين كتير، لان اصلا ما دخلش جسمي سكريات كتير، فما حصلتليش حته الشراسه او الشراهه للسكريات. يعني انا كل ما البنكرياس بيفرز انسولين كتير في جسمي كل ما بيبقى عندي شراهه ان انا عايز اكل حاجات مسكره. تلاقي واحد طول ما هو قاعد يقول لك انا عايز سكريات، عايز سكريات، لان خلاص البنكرياس اتعود ان هو بيفرز انسولين كتير، فعايز يعادله بالجلوكوز فمحتاج سكريات من بره. فانا قفلت لك الخطوه دي، يعني وقفتها لك من المنبع بتاعها، خصوصا انه مريض السكر بيمشي على نظام معين زيه زي مريض ده بره، بس مش في مصر. ده المفروض ده المفروض يعني دي الحياه الصح لمريض السكر. صحيح. ان انت ماشي على نظام اكل معين بغض النظر بقى عن ان هو مليان او مش مليان، لكن لابد انه يبقى في حدود في الاكل، لانه لو الدنيا اي حاجه بتتاكل كده الدنيا بتبوظ خالص صحيح. بندخل في متاهات تانية كتير قوي غير السكر. الفيديو اللي معانا ده ايه يا دكتور؟ ده طبعا احنا بنشوف جوه جسم الانسان الالياف الطبيعيه ازاي وهي داخله. دي طبعا يعني ابتدى الانسان ياكلها اهو، ابتدت تنزل في المعده زي ما احنا شايفين، بقت موجوده الالياف الطبيعيه في المعده. المعده بتفرز هرمون، الهرمون دوت بيبتدي يتنقل للمخ يقول له خلاص انا شبعت. بس اساسنا فين؟ اساسنا في المعده. وده طبعا يعني اي حد لما بيجوع يقول لك انا بالبلدي عصافير معدتي بتزقزق. فطبعا انا لو مليت لك المعده هي مش هتزقزق، هي خلاص كده اتملت. فده اللي بيحصل في الفايبرز، خلاص ملا المعده. طبعا بتبتدي تحصل مع الفايبرز لما باخدها لازم اشرب معاها لتر على الاقل، لتر ميه علشان تاخد محيط المعده. جوه كيس الفايبرز في نوعين، كيس الباودر بودره بتاع الفايبرز موجود نوعين، نوع بيدوب في الميه ده انا بشوفه بعناية، والنوع الثاني اللي هو ما بيدوبش في الميه بتلاقيه عامل زي الحبيبات كده وانا باكله. ده بيبتدي ان هو يدخل على طول من المعده، بيتحرك على طول للامعاء الغليظه، بياخد كل السموم اللي موجوده في جسمي. لو في نسبه كوليسترول عاليه بيبتدي ان هو ياخدها، بيبتدي لو في شوائب جوه جسمي موجوده بيبتدي ان هو ياخدها، وبيبتدي ينزل في مرحله الاخراج. طبعا مع الدهون اللي بتتكسر من الجسم كل ده بتبتدي اللي هي الالياف اللي ما بتدوبش في الميه بتاخدها وتخرجها بره الجسم، والالياف اللي بتدوب في الميه دورها انها بتبتدي انها تملي المعده عشان خاطر ما نحسش بالجوع. طبعا هستاذنك ناخد التليفون ونكمل. مدام هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اهلا مدام لمياء. اهلا بيك يا مدام هدى. حضرتك انا متابعاك بحبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، نورتيني. ربنا يحبك. الحمد لله. الحمد لله. انا كنت 88 كيلو ونص. اخدت الالياف ووزنت نفسي بعد 10 ايام بالظبط، لقيت نفسي 85 بالظبط. طب قولي لي انت لما خدتيها طريقه اكلك اتغيرت؟ كميات الاكل قلت؟ حضرتك انا كنت يعني باكل بصراحه، بس يعني اكتر اكل كان بالليل. ما هي دي مشكلتنا كلنا تقريبا. بس حضرتك بجد والله انا خسيت 3 كيلو ونص في 10 ايام، الكلام ده يعني من يومين ثلاثه، حاسه ان انا خسيت اكتر وكمان معدتي مرتاحه. يعني انا حضرتك مثلا كنت يعني باكل وواجب اللي مش قادره انام، اقعد اتقلب، عايزه احط الغطا، مش طايقه الغطا، حتى الدنيا ساقعه وانا بالنسبه لي الدنيا حار. بتحس انها مكتوبه من كتر الاكل. طبعا انا خدت بقى لي 10 ايام. نفس الواحد. ايوه. بقى لي 10 ايام بالظبط. طب استمري بقى ما دام جايب معاكي نتيجه كده كويس. انا بجد والله مرتاحه، يعني مرتاحه عليك. الحمد لله. الحمد لله. حتى كلمت بذكر بس بعد اذنك ما الأنسة ألايا، لأن هي بجد اللي كانت متابعة معايا. طيب دي تبع المنتج اللي أنا خدته. إن شاء الله يوصل لها. شكرك. طيب نشكرك يا مدام هدى. شكرا ليكي. لفت نظري ان حضرتك قلت فكره اننا ناخد الالياف ناخدها لما يكون في وجبه تقيله. هتتاخد مره واحده في اليوم؟ يعني لو انا مثلا وجبتي الاساسيه هي الغداء اخدها قبل الغداء، طب لو انا وجبتي الاساسيه هي العشاء اخدها قبل العشاء ولا اخد مرتين؟ هي الالياف الطبيعيه نوعين، في نوع للغداء ونوع للعشاء، فببتدي ان انا طريقه تحضيرها سهله قوي. كل واحد في باكيت لوحده ولا؟ دي علبه ودي علبه مختلفه. يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. دي علبه دي علبه للغداء ودي علبه للعشاء. تمام. بيبتدي وجبه الغداء قبل ما ابتدي ان انا اكل باخد الالياف الطبيعيه بتاعتي، حاسس ان انا شبعان. لو في مجال ان انت تاكل هتلاقي نفسك تاكل كميات صغيره قوي. وبرده العشاء نفس الشيء، هبتدي احضر الالياف الطبيعيه بتاعتي بطريقه سهله بسيطه، وابتدي ان انا اخد الوجبه بتاعتي.
ايه الفرق بين ده وبين ده؟ يعني هل ده مكوناته مختلفة عن التاني ولا هما واحد ولا ايه؟ بالظبط، هي كلها ألياف طبيعية، بس زي ما احنا قلنا في أنواع مختلفة من النباتات والفواكه هتبقى موجودة فترة الغداء وفي فترة العشاء. فترة العشاء بتبقى أكتر فيها كمية ألياف اللي هي بتدوب في المية، دي بتبقى نسبتها أعلى. ليه؟ عشان تفضل في المعدة فترة طويلة. فبالتالي أنا مثلا لو هبتدي أخدها مثلا الساعة 9 بالليل فهتكمل معايا لتاني يوم ممكن تقعد لها 12 ساعة. ابتدي ان انا حاسس بالشبع، فما ما الجاش اقوم بقى بالليل وافتح الثلاجه وابتدي ادور على حاجه اكلها، لا خلاص انا شبعت. طيب ناخد التليفون معانا مين؟ الحاجه منى. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا حاجه منى. ايوه حضرتك، انا مع حضرتك. ايوه انت أيوة. بيقولوا لي ان انت خدتي الالياف. ايوه باخد الالياف. ايوه انت عندك كام سنه؟ عندي 52. طب قولي لنا بقى وزنك كان قد ايه وخدتيها بقالك قد ايه وخسيتي قد ايه؟ انا كان وزني 135، عديت شهر وشويه نزلت بتاع 10 كيلو وشويه. كويس. ودلوقتي جسمي نزل جامد يعني الحمد لله، كده داخله في الشهر الثاني. حسيتي بفرق في مقاساتك و جد؟ اه فرق كبير، فرق كبير. واسلوب فرق اكلك اختلف وكميات الاكل اختلفت. وكميات الاكل اختلفت وفرق في المشي، حتى بقيت اقدر امشي، الاول ما كنتش بقدر امشي خالص. رجلي بتاخديه مره واحده ولا مرتين في اليوم؟ لا مرتين، مره قبل الغدا ومره قبل العشاء. طب عندك اي امراض ولا الحمد لله؟ عندي السكر وعندي ضغط وعندي الغضروف، بس الحمد لله يعني الحاجات لله. السكر متظبط والضغط متظبط الحمد لله، ومع نزول وزني كمان بقيت امشي كويس. طب الحمد لله، الحمد ربنا يديك الصحه ودايما تكوني شباب كده على طول يا رب. يعني خاصة الستات الكبار في السن، في بعض الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل كتيرة جدا في العظام وبيبقى الحل الوحيد عند دكتور العظام يقول لها روحي خسي، وطبعا بيبقى نتيجة انها سنها كبير الحرقة عندها تقريبا مش موجود، فبيبقى عندها صعوبة جامدة جدا فكرة ان هي تقدر تنزل من وزنها حتى لو قللت كمية الاكل. صحيح. انا احكي لك قصة صغيرة كده، كنت انا في تايوان فبتكلم مع ناس تايوانيين هناك فبيقولوا لي والدتك عندها كام سنة، فبقول لهم عندها 65، فبقول لي اوه سو يانج صغيرة قوي، يعني والدتك صغيرة جدا. فانا قلت لهم ده 65، عارفه احنا دايما بقى هنا 65 سنه في مصر هنا خلاص بقى امراض كتيره، سكر، ضغط، ما اعرفش، عمود فقري، مفاصل، امراض كتيره قوي. فانا استغربت ايه سو يانج صغيره قوي ازاي يعني؟ فطب انتوا مامتكم؟ فواحد بيقول انا جدتي عندها 90 سنه ما شاء الله بتروح الشغل بالعجله. يعني بتركب عجله تروح شغل، مفيش امراض. ليه؟ لانهم محافظين قوي 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 على وزن جسمهم. وزن الجسم لما بنحافظ عليه بنقي نفسنا من امراض كتيره جدا. فشعورنا بالسعاده النهارده مع كل كيلو بينزل من وزننا بيفرق كتير جدا في صحتنا كمان. صحيح. دكتور خالد نورتني، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. شكرا ليكي وشكرا لكل المشاهدين. بشكر حضراتكم مشاهدينا واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله، لو عشت وكان لي عمر الساعه 3 الا ثلث اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.